السلام عليكم. Introduction to microbiology and bacteria structure. أول حاجة microbiology. كلمة microbiology هي عبارة عن ثلاث أجزاء: micro small و bio living biology science. يبقى الكلمة على بعضها small living science microbiology. Medical microbiology هو study of microorganisms causing infection وبتختص بال treatment وال infection control. هنتكلم عن مقارنة بسيطة ما بين البروكاريوتس واليوكاريوتس. أول حاجة الديامتر. البروكاريوتس بتكون من 2 × 10 × 2 ملليمتر، أما اليوكاريوتس من 10 × 100 ملليمتر. البيبتايدو جلايكانز موجودة في البروكاريوتس لكنها مش موجودة في اليوكاريوتس. الستيرولز مش موجودة في البروكاريوتس except المايكوبلازما موجود فيها كوليستيرول، إنما اليوكاريوتس موجود فيها ستيرولز عادي. الرايبوسوم في البروكاريوتس بتكون 70S وفي اليوكاريوتس بتكون 80S. الميتوكوندريا مش موجودة في البروكاريوتس وبيحل محلها السيل ميمبرين لكنها موجودة في اليوكاريوت. النيوكليير ميمبرين مش موجود في البروكاريوت لكنه موجود في اليوكاريوت. الكروموسوم نمبر في البروكاريوت بيكون just one لكن في اليوكاريوت بيكون more than one، اكتر من واحد. الميتوتيك ديفيجن مش موجود في البروكاريوت لكنه موجود في اليوكاريوت. بكتيريا، البكتيريا في منها نوعين: السابروفيتك والباراسيتك. السابروفيتك ده ما يهمناش احنا، يهم حد زي المزارع مثلا، لكن الباراسيتك ده اللي يخصنا احنا. السابروفيتك ممكن يكون في soil, water, dust, cloth, dead bodies, decaying organic matter، انما الباراسيتك منه نوعين: pathogenic وده نوع شرير ضار harmful، والcommensal وده الطيب اللي ما بيعملش حاجة. pathogenic ده بيكون harmful plants, humans and animals. الكومنسل ما بيكونش فيه ضرر no harm، لكن بيكون فيه ضرر بيسبب disease لو body resistance decreased، مناعة الجسم قلت. viruses، الفيروس ما عندهوش cellular structure no cellular structure. الجينيتك ماتيريال بتاعة الفيروس ممكن تكون DNA أو RNA لكن مش ممكن تكون الاثنين مع بعض، وبيكون متحاط بكبسد غلاف زي القفص كده، بيكون مصنوع لايف بروتين. الفيروسز بتريكواير a host for reproduction and survival، بتحتاج مستضيف. الفيروسز والبكتيريا والفنجي، مقارنة بسيطة بين التلاتة دول. size الفيروس بيكون من 2 × 100 × 2 μm، البكتيريا من 2 × 10 × 5 μm، والفنجاي من 3 × 10 μm. الجينيتك ماتيريال في الفيروس DNA أو RNA، البكتيريا both والفنجاي both. نيوكليوس في الفيروس مش موجودة، في البكتيريا بروكاريوتك، في الفنجاي يوكاريوتك. الرايبوسومز في الفيروس مش موجود لكن موجود في البكتيريا والفنجاي، البكتيريا 70S والفنجاي 80S. الانفلوب او الغشاء اللي بيحيط بيهم الفيروس كابسيد اند لايبوبروتين انفلوب، البكتيريا حائط صلب containing peptidoglycan، والفنجاي حائط صلب بيحتوي على الشيتين. الميتوكوندريا مش موجودة ولا في الفيروس ولا في البكتيريا لكنها موجودة في الفنجاي لأنه يوكاريوت. موتيليتي أو الحركة، مفيش حركة ولا في الفيروس ولا في الفنجاي لكن some motility في البكتيريا. الديفيجن في الفيروس specialists of biosynthesis، وفي البكتيريا binary fission أو الانشطار الثنائي،
وفي الفنجاي yeast by budding, moles by mitosis يعني التبرعم. تاكسونومي أو الانتماء بتاع البكتيريا بيكون الجنرال حرف كابيتال والسبيسيفيك حرف سمول زي the anthrax bacillus و the bacillus anthracis. الفيروسز aren't named so, ما بيتسموش زي كده. التاكسونومي هيراكي بيراميد، أول حاجة بتنتمي البكتيريا لكينجدم مملكة أكبر حاجة، بعد كده فيلم شعبة، بعد كده أقل فأقل كلاس فصيلة، بعد كده أوردر ترتيب، بعد كده فاميلي عائلة، وأهم حاجتين جينس وسبيشيس. جينس برضو فصيلة وسبيشيس اللي هو البكتيريا نفسها، فأهم حاجتين عندنا الجينس والسبيشيس. البكتيريا ستراكشر، البكتيريا حجمها بيكون من 2 من 10 لـ8 ميكرومتر، وده تركيب البكتيريا، ده شكلها. أول حاجة النيوكليويد أو النيوكليار بودي، ده اللي بيكون فيه الجينيتك ماتيريال، بيكون عبارة عن كوندنسد سنجل دبل ستراند سيلولار دي ان ايه. البلازميد، وده بيكون دائري سيركولار دبل ستراند دي ان اي وبيبريبليكيت اندبندنتلي، مش محتاج للنيوكليويد عشان ينقسم. الانكلوجن بوديز وهي فود ستور فيها فوليوتين جرانيولز ريتش ان ميتا بوليفوسفيت موجودة في الجينس كورين بكتيريوم. رايبوسومز معروفة بروتين سينثيسيس 70S و50S زائد 30S. سيتوبلازم هي عبارة عن soft gel like material، مادة شبه الجل. وفي 3 أغشية رئيسية، الغشاء الأول cytoplasmic membrane وده بيتحكم في selective permeability وبيعمل excretion للhydrolytic enzyme والpathogenicity proteins وبيتحكم في البكتيريا chemotaxis. وفي حاجة اسمها الميزوسوم هي invaginations موجودة فيه، بتتحكم في respiration والdivision. وبما ان مفيش ميتوكوندريا فهي بتحل محلها في الانرجي برودكشن. الفيمبريا او الباي هي very thin short thread like structure in gram negative bacilli، بتستخدم في الادهيجن، مصنوعة من البلين، عبارة عن قسمين ordinary، ودي بتكون فايدتها ال adherence necessary for infection initiation. الميوتنتس اوف ان جونوريا مفهاش بلاي عشان كده هي نون باثولوجيكال مش ممرضة. والنوع التاني هو الساكس او الاف بلاي، وده بيحكم في transfer part of the genetic material، مصنوع من الاف بلازميد، وبيكون الاف positive donor بيدي الاف negative recipient during conjugation، فكده بيحصل transfer للgenetic material. بعد كده الفلاجيلوم الصوت delicate process، بيتحكم في الموتيليتي ما عدا في السفيروكاوتي لانها بتتحرك من غير فلاجيل. بتتحكم في الكيموتاكسيس اللي هي الحركة ناحية الغذاء والاتراكتنت، وفيها ال H antigen مصنوعة من الفلاجيلين. ممكن تكون مونوتريشس يعني فلاجيلة واحدة، وممكن لوفوتريشس يعني زي الخصلة في ناحية، وممكن انفيتريشس زي الخصل في ناحيتين، وبيريتريشوس يعني حوالين البكتيريا كلها all around بكتيريا. السيل وول في حاجتين، يا اما جرام بوزيتيف يا اما جرام نيجاتيف. جرام بوزيتيف البيبتايدوجلايكانز بيكون thick، تكون من 40 شيت وبتمثل 50% من السيل وول. والتكويد اسيد ميجر سيرفيس كومبوننت، ممكن يكون موجود على كلا الطرفين. هايلي اميوجينيك في تيومر نكروزس فاكتور الفا والانترليوكين 1 باي ماكروفاج، وبارتسبيت ان توكسيك شوك. وفي
اللايبوتيكويك اسيد عبارة عن تيكويك اسيد ليبيد. بعد كده الجرام نيجاتيف اللايبوبوليسكرايدز اكستريملي توكسيك اسوشيتد وذ ليبيد اي وبوليسكرايدز بريزنتس ميجر سيرفيس انتيجين سوماتيك او. بعد كده البيبتايدوجلوكان لكن في الجرام نيجاتيف ثن رفيعة 2 شيتس بس من 5 لـ10% of cell wall. البيريبلازميك سبيس هي filled with gel like material secretes enzyme زي البيتا لاكتاميزس ودي بتعمل degrade للبنسلين والبيتا لاكتام دراجز زي الكفالوسبورينز. cell wall مهم للبروتكشن والتحكم في شكل الخلية. الأشكال ممكن تكون باسيلاي كوكاي سبيريلاي ممكن تتجمع شكل كلاسترز زي الستاف أو أزواج زي النيمو كوكاي أو تشين سلاسل زي الستريبتو كوكاي. المايكوبلازما ما فيهاش سيل وول عشان كده هي بلايومورفيك ما لهاش شكل محدد. جرام بوزيتيف من غير وول هي بروتوبلاست والنيجاتيف سفيروبلاست ولو كبروا وانقسموا هيكونوا ال فورمز كبسول وده بيكون thick gelatinous layer formed in يا اما in vivo زي البيتا انثرازس يا اما in vitro زي الكليب نيمونيا ومش شرط يكون موجود في كل البكتيريا. بيظهر ك unstained halos هالات غير مصبوغة بيكون موجود يا اما من بوليسكرايز زي النيموكوكاي او بوليبيبتايز زي البيتا انثرازس. بيعمل بروتكشن من الفاجوسايتوزس عشان هو سلايمي وفي كومبلمنت ريسبتورز ماسك بايت برضو بتساعد في كده. السبوريوليشن الاندوسبورز هي هايلي ريزيستنت تو ان فيفرابل كونديشنز اند ذا بكتيريا يوز ات تو كيب اتس جينيريشنز اند اتس ريستنج فيز مرحله راحه ما فيهاش ميتابوليزم ممكن تقعد سنين طويلة. ممكن تستخدم الاندوسبورز كسلاح بيولوجي وعشان نعمل التعقيم ضد الاندوسبورز بنسخن تحت درجة حرارة 121 درجة سليزيوس لمدة 20 لـ30 دقيقة. وكده أكون خلصت. شكرا. السلام عليكم.